دكتور اجل حضرتك يمكن معلش يمكن طبعا عندنا كتير نقوله. الله يكرمك. وده لو دل فبيدل على ان انا قاعد قدام قامات كبيره جدا. الله يبارك فيك. ويكفي تقييم وتقدير كابتن رؤوف. كابتن رؤوف مقل جدا من الكلام الحلو، خلي بالك يعني كابتن رؤوف عشان يقول كلمه حلوه ده تزعها منه نزع. تكونه بيقول كده فهو فعلا لا مش ده. بس اجي لك يا دكتور، يمكن حضرتك اخصائي التاهيل البدني والحركي. مظبوط. يعني احنا دايما كنا ناخد التاهيل البدني دي. طب ايه قصه الحركي؟ احنا شغلنا بيجي بعد الاصابات، بعد ما الدكتور ايهاب بيشتغل بتاع العظام، يعني بيجي شغلنا احنا في التاهيل البدني والحركي للرجوع اللاعب للملعب عشان الاتزان العضلي او الاتزان الحركي يتم يعني. لكن الحقيقه انا عايز يعني اقول حاجه يعني في بدايه كلامي، انا يمكن مريت باكتر من نادي، ابتديت من نادي الجزيره مرورا باتحاد الشرطه طبعا اللي كان ليا شرف اني اشتغل فيه اكتر من 10 سنين. وكنا بنروح لك مخصوص. مظبوط. ربنا يبارك في حضرتك، يعني كنت بتشرف هناك. ربنا يبارك في حضرتك. بعدين مسكت منتخب مصر لكره السله، ثم منتخب مصر لكره الطايره، لكن وبعدين مسكت نادي الزمالك للكره الطايره، وبعدين النادي الاهلي. لكن في الحقيقه انا لما مسكت النادي الاهلي انا حسيت بحجم من الفخر، لان المنظومه فعلا مختلفه. المنظومة بتديك أريحية كبيرة جدا في الشغل، خاصة إن كابتن ميدو وأنا وكابتن ميدو كنا اشتغلنا قبل كده مع بعض في المنتخب قبل ما أجي النادي الأهلي. فالراجل كان في منتهى التعاون، الراجل كان في منتهى الاحترافية، بيدي كل متخصص شغله وبيبقى واثق جدا في الناس. بتقول له لعيب هينزل يوم كذا، خلاص هو هينزل يوم كذا، مش بيراجعك تاني، مش بيضغط عليك. فده كان يعني انا بعتبر ان هو تتويج ل يعني لمرحله شغلي اكتر من 20 سنه في المجال، ان انا اختمها في النادي الاهلي او اتوج. لا مش قصدي يعني ان انا اوقف، لا بس قصدي ان انا حتى مسكت منتخب مصر اكتر من 10 سنوات ومسكت منتخب السله. لكن الحقيقه برضو احساس بالرضا اكبر الامانه لما مسكت النادي الاهلي، مش عشان فعلا انا متواجد في قناه النادي الاهلي او في وسط النادي الاهلي، لكن فعلا انا حسيت باختلاف كبير جدا. المنظومه من اول يوم بتعاملك باحترافيه شديده، كل طلباتك موجوده، خاصه ان اللعيبه دول احنا اصحاب جدا من اكتر من 15 سنه في المنتخب، بنعمل كل حاجتنا مع بعض. فلما جيت ما حسيتش خالص ان انا جاي حاجه جديده عليا، لا كان الموضوع يعني منتهى السهوله. وكابتن ميدو قعد معايا قبل ما نشتغل قعده واحده في نادي اهلي مدينه نصر، الموضوع خلص في ثانيه.